الأمثال، ما أهم سمات المثل الأسلوبية؟ ما خصائص المثل؟ على ما يعتمد أسلوب المثل؟ يعتمد أسلوب المثل على إيجاز اللفظ، جمال الصياغة، وضوح الدلالة، وسلامة الإيقاع. المثل صوت الشعب، وضح ذلك. الأمثال مرآة العصر، وضح ذلك. الأمثال مرآة العصر، حيث إنها تعكس صور الأمم الماضية وأخلاقها، وهي ميزان يوزن به رقي الشعوب وانحطاطها، وسعادتها وشقاؤها، وأدبها ولغتها. كيف اهتم العرب بالأمثال؟ أكثر العرب من الأمثال، فلم يتركوا بابا إلا ولجوه، ولا طريقا إلا سلكوه، وأفردها العلماء بالتأليف. إلى من تعود أقدم الأمثال؟ تعود أقدم الأمثال إلى لقمان الحكيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.